السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة الكرام دمتم بألف خير وصحة وعافية. طلابي الأعزاء كل عام وأنتم بخير. النهاردة إن شاء الله في قناة محمد الخضري هناخد درس جديد عن الكسور ومراجعة شاملة كاملة عن الكسور إن شاء الله. الكسور الاعتيادية والكسور العشرية والمساواة بين الكسور، كل ده هناخده إن شاء الله في المراجعة بتاعة النهاردة على درس الكسور كله إن شاء الله بإذن الله. تمام، يا ريت لو شفنا اول مره اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد، ولايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس ويستفيدوا ان شاء الله باذن الله. ابنائي وطلاب الصف الرابع ان شاء الله هنبدا مع الكسور. الكسور هنتكلم عن الكسور الاعتياديه، وهنفكركم نبذه مختصره عن الكسور اللي درسناها في سنه ثالثه في الصف الثالث. وهنتكلم ان شاء الله النهارده عن حاجه مهمه جدا، انواع الكسور. يعني هنتكلم عن حاجه اسمها العدد الكسري والصوره الكسريه، دول هناخدهم السنه دي في سنه رابعه لاول مره. طبعا احنا كنا خدنا الكسور قبل كده في السنين اللي فاتت، بس هنتكلم النهارده ان شاء الله على حاجه جديده اسمها الصوره الكسريه والعدد الكسري، وازاي احول من صوره كسريه لعدد كسري والعكس. تمام، فنبدا نفكر النهارده شويه بالكسور. تمام، الكسور بتاعتنا الاعتياديه اللي احنا كنا ماشيين بيها قبل كده. تمام، الكسر، المفردات اللي هنستخدمها النهارده ان شاء الله حاجه اسمها الكسر طبعا، والبسط والمقام. طيب ايه هما الحاجات دي؟ طبعا نفكركم بيهم شويه ونراجع شويه على الكسور بتاعه الصف الثالث. لو انا قلت انا عندي كرتونه بيض، تمام، كان فيها مكان ل 12 بيضه، خلاص لسه فيها 7 بيضات، فانا اخدت منها كام؟ هبص على المكان الفاضي هلاقيني خدت منها 5 بيضات، فالكسر الدال على عدد البيضه المأخوذ 5 على 12. نرجع تاني نعرف يعني ايه كسر. الكسر هو جزء من الوحدة. الكسر هو جزء منين؟ الوحدة. لو احنا قلنا الوحدة عبارة عن كرتونة البيض اللي احنا قلناها، الخمس بيضات اللي خدتهم ده كسر من الوحدة كلها، يبقى 5 على ايه؟ 12. تمام؟ الكسر هو جزء من الوحدة. خلاص؟ طيب، نيجي بقى لتعريف الكسر. الكسر احنا قلنا 5 على 12. هنبص للخمسة دي نسميها البسط. الخمسة دي اسمها اللي موجودة فوق يا أولاد اسمها ايه؟ البسط. طبعا انا عارف انك خدت الكلام ده قبل كده، بس هنراجع تاني عليه عشان لما نقول بسط ومقام تكونوا فاكرين. البسط هو رقم 5، اما المقام هو رقم ايه؟ 12. يبقى البسط هو اللي موجود فوق والمقام موجود تحت، واللي بينهم حاجه اسمها اشاره الكسر او شرطه الكسر. وناخد بالنا ان لازم البسط يكون اقل من المقام. البسط اقل من المقام عشان اقول عليه كسر. ليه كده؟ عشان هنعرف بعد كده فيما يلي. يقرأ هذا الكسر ويكتب بالألفاظ 5 من 12، 5 من 12 أو 5 على 12، 5 على 12 أو 5 من 12. تمام؟ طيب، أنا ممكن أمثل الكسور زي ما احنا اتعودنا قبل كده بطريقة المستطيلات. أمضى ماجد خمس يوم أجازته في التدريب الرياضي، مثل هذا الكسر بمستطيل. يعني ماجد أخد يوم أجازة، تمام؟ قضى خمس اليوم ده في الرياضة، مثل لي ده بالإيه؟ بالمستطيلات. لو انا قسمت اليوم بتاع ماجد الى 5 اجزاء، يبقى الجزء بتاع الرياضه واحد بس اهو على 5، بسميه خمس، او زي ما احنا شايفين الكسر اللي قدامنا ده خمس، خمس يوم. ممكن امثل باستخدام دايره. انا هتفادي قراءه ربع القصه التاريخيه في ساعه واحده. مثل هذا الكسر باستعمال دايره، قدامنا اهو ادي الجزء اللي باين الملون، هو ده الربع اللي استخدمته فادية. الخلاصة إن الكسور يتكون الكسر الاعتيادي من بسط ومقام وإشارة كسر، ويقرأ الكسر الاعتيادي لفظيا، أقول نص، ربع، خمس، ثلاث أرباع، تلتين. تمام؟ ممكن أمثل الكسور الاعتيادية باستخدام مستطيل ودائرة. يبقى دي مراجعة بسيطة على الكسور، ونفكركم شوية بإيه؟ بالكسور. تمام؟ كده رجعنا على الكسور. نيجي بقى لحاجة اسمها العدد الكسري اللي هنتكلم عليه وجديد بالنسبة لنا إن شاء الله في الصف الرابع. يعني إيه عدد كسري؟ لو أنا شفت قدامي، هنبص على العدد الكسري، طبعًا الكسر الأكبر من واحد. يعني إيه الأكبر من واحد؟ ركز بس في اللي أنا هقوله إن شاء الله بإذن الله. نيجي نبص، لما أجي أقول لك العدد الكسري، عبر لي عن اللي أنت شايفه قدامك. ده واحد صحيح اهو كامل ملون باللون البامبا اهو، وفي ثلاث اجزاء من اربعه، يعني ثلاث ارباع. يبقى لما اجي اعبر
عن الشكل اللي قدامي ده اقول له ايه؟ واحد وثلاث ارباع، واحد وثلاث ارباع، ده اللي بسميه عدد كسري، عدد صحيح وكسر. يبقى العدد الكسري بيتكون من حاجتين، عدد صحيح وايه؟ وكسر، تمام؟ اهو، يبقى يتكون العدد الكسري من جزئين، الاول عدد صحيح والجزء الاخر كسر، زي ما احنا شايفين كده يطلق عليه عدد كسري. تاني عشان اكد المعلومه اهو، هعد الاجزاء الصحيحه 1 2 3 و3 ارباع، يبقى 3 و3 ايه؟ ارباع، اهو 3 و3 ايه؟ ارباع، 3 و3 ارباع، ده عدد كسري. نيجي نبص على العدد الكسري التاني ده قدامنا، 1 2 3 4، يبقى 4 صحيح و3 ايه؟ ارباع برضه، 4 صحيح و3 ارباع. نيجي اللي قدامنا، 1 2 3 4 5، يبقى 5 صحيح ونص، اهو يبقى 5 صحيح ونص، تمام. ممكن اعبر عنه بحاجه تانية، بصوا كده معايا بقى، شايفين لما اقول لك صوره كسريه، الصوره اللي قدامك دي 8 ارباع، لو انا عندي جزئين صحيحين اهو متقسمين الى اربع اجزاء واربع اجزاء، لو انا جمعت الاربعه واربعه يبقى 8 ارباع. الثمان ارباع دول هل يطلق عليها كسر؟ لا طبعا، لا كسر صوره كسريه، او بسميه كسر اكبر من الواحد الصحيح. الصوره الكسريه دي عشان هنا البسط اكبر من المقام، البسط اكبر من مقام، هو في شكل كسر بس ماهوش كسر، صوره كسريه لانه اكبر من الواحد الصحيح، واحنا قلنا من شروط الكسر ان هو لازم يكون اقل من الواحد الصحيح. يبقى الثمان ارباع دول بقول عليهم هو شكل كسر اه، بس صوره كسريه او كسر غير حقيقي، لكن صوره كسريه للعدد صحيح، تمام. حاجه بص، هو الكسر الذي بسطه اكبر من مقامه، زي ما اتكلمنا اهو، بسطه اكبر من المقام بتاعه. طب لو انا عبرت عن ده بصوره صوره كسريه، اعد كده كام ربع عندي؟ ادي 4 4 4 يبقى كام؟ 12، و3 يبقوا كام؟ ها 15 على 4، يبقى 15 ربع، 15 ربع بسميه 15 على 4. شايفين قدامنا اهو ماهوش كسر ولكن صوره كسريه، صوره كسريه اللي احنا شايفينه قدامنا، او بسميه كسر اكبر من واحد. يبقى عرفنا الصوره الكسريه يبقى هو بسط اكبر من المقام. نعبر برضو هنا، 1 في 4 و4 و4 12، و4 كمان 16، و3 19، 19 على 4، يبقى 19 ربع، بسميه 19 على ال 4 اهو، ده مش كسر، صوره كسريه برضو، تمام، لانه اكبر من الواحد. نيجي هنا، 1 2 3 4 5 متقسمين الى انصاص، وكمان واحد يبقوا 11، 11 نص او 11 على الاثنين، 11 على الاثنين. طيب نيجي نبص للي بعده، بص كده نفس الموضوع هنا. لو انا قلت لك ده بيساوي 1 2 3 4 5، يبقوا 5 صحيح صح ونص، مش كده؟ لو انا عبرت بحاجه اسمها العدد الكسري، لكن لو انا عبرت بالصوره الكسريه هقول لك كانوا كام نص؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، 11 نص يا مستر. يبقى الخمسه ونص دول وال11 على 2 بيساووا بعض، هو نفس الكسر بالظبط اللي قدامنا، او هو نفس العدد الكسري بالظبط. عبرنا عنه مره بعدد كسري ومرة بصورة كسرية، هو نفس الشكل اللي قدامنا، مرة بعدد كسري خمسة ونص، ومرة بصورة كسرية 11 على 2 أو 11 نص. طب احنا هنتعلم النهاردة ايه؟ هتعلم ازاي احول من عدد كسري الى صورة كسرية والعكس، ازاي احول من صورة كسرية الى عدد كسري، فنركز ان شاء الله في اللي جاي. اهو ده بالظبط خمس، بص كده معايا، خمس انصاص، خمسة على 2 ماشي. انا عايز بقى احول منه، من ده، من صورة كسرية لعدد كسري، هعمل ايه؟ هستخدم القسمة، هقول له خمسة على الاثنين بتساوي كام والباقي كام؟ شايفين قدامنا اهو، خمسة على الاثنين هتساوي كام؟ اهو بقسم خمسة على الاثنين، ده المقام، يبقى اقسم البسط على المقام، خمسة على الاثنين فيها كام؟ فيها الاثنين فعلا، والباقي كام؟ والباقي واحد، يبقى خمسة على الاثنين والباقي واحد. اقول له
هتساوي 5 او معلش اهي 2 اللي هي فوق خالص، والباقي ايه احطه على النص، احطه على المقام بتاعي، يبقى 5 على 2 فعل 2 والباقي 1 على ال2. تمام، هيتبان في المثال الجاي. ده برضه صورة كسرية عايز احولها لعدد كسري، يعني عدد صحيح وكسر. هقسم برضه 7 على 3 فيها كام؟ فيها الاثنين، لان اقرب حاجة للسبعة تنفع على الاثنين، 3 للستة يبقى انزل 1، والباقي كام؟ ها، والباقي 1. يبقى هضع الباقي على المقام، يبقى هيساوي 2 والباقي برضه تلت، 1 على 3، يبقى 7 على 3 بيساوي 2 وتلت. تمام، برضه 8 على 3 هقسم برضه، 8 على 3 اقرب حاجة ليها الستة، 6 على 3 فيها الاثنين والباقي كام؟ 2، يبقى هقول له برضه 2 والباقي 2 على 3، احط الباقي على التلت بتاعي او على المقام بتاعي اللي موجود. ماشي، برضه 9 على 2 هقول له 9 على الاثنين فيها الاربعة والباقي 1، اهو قسمنا 9 على 2 فيها الاربعة والباقي 1، هنضع الباقي على المقام، يبقى 4 صحيح ونص، 4 صحيح وايه؟ ونص. تمام؟ برضو 10 على 5، طب نيجي نبص 10 على 5 فيها الاثنين والباقي صفر، مفيش باقي، يبقى ده لو لم يكون باقي يبقى الناتج عدد صحيح بس. يبقى لو مفيش باقي يبقى دي صورة كسرية للعدد الصحيح 2، العدد الصحيح بتاعنا 2، الصورة الكسرية ليه 10 على 5. 10 على ايه؟ على 5. هنا هيبقى عدد كسري؟ لا، هتبقى صورة كسرية لعدد صحيح اللي هو مين؟ الاثنين. تمام؟ بتساوي 2، يبقى الناتج صحيح اللي هو ايه؟ 2. برضو 14 على 6، خلاص 14 على 6 اقرب حاجة لل 14 تقبل على 6 هي ال 12، 12 على 6 فيها الاثنين والباقي من ال 14 2، هنضع الباقي على المقام يبقى 2 والباقي سدسين او 2 على 6. نيجي بقى ازاي احول من عدد كسري العكس بقى الى صوره كسريه او كسر اكبر من الواحد. ازاي؟ هضرب في المقام واجمع البسط، اضرب في المقام، واحفظوا الاغنيه كويس، اضرب في المقام واجمع البسط، اهو العدد، اضرب العدد الصحيح في المقام واضف الناتج الى البسط واضيفه على واسيب المقام الاصلي زي ما هو. تمام، اهو اضرب في المقام واجمع البسط، شايفين الاشاره الحمراء؟ هضرب في الاثنين واجمع الواحد، اهو 4 في 2 ب 8 و1 9 على الاثنين، واسيب المقام زي ما هو ما يتغيرش، مين اللي بيتغير؟ البسط فقط، ولكن المقام هيفضل ثابت زي ما هو. تمام، نيجي نحول ال 6 وثلثين، هضرب برده في ال 3 واجمع الاثنين، يبقى 6 في 3 اجمع اضرب في البسط ويقرب في المقام واجمع البسط، اهو بقت 20 على الاثنين، 6 في 3 ب 18 زائد 2 20 على الاثنين. تاني برضو نفس الموضوع، هضرب في المقام واجمع البسط، 3 في 5 بكام؟ ب 15 و2 17 على الخمسة. تمام، نيجي برضو للتلات ارباع، 3 و3 ارباع، برضو هضرب في المقام واجمع ايه؟ البسط. تمام، هيطلع كام؟ 3 في 4 ب 12 و3 15 على الأربعة. تمام، بنفس الطريقة برضو، ها 6 وثلثين هضرب في المقام واجمع ايه؟ البسط، 6 في 3 ها ب 18 و2 هيبقوا كام؟ 20 على الثلاثة. تمام، برضو معايا اهو 8 و3 على 5، اضرب في الخمسة واجمع الثلاثة، 3 في 5 ها 3 معلش 18 في 5 8 في 5 بكام؟ ب 40، و3 يبقى 43 على الخمسة. بسمي ده الصورة الكسرية بالأحمر، والأبيض اللي هو العدد الكسري، شفتوا العلاقة بينهم؟ أهو. تمام؟ يبقى أنا كده بنفس الطريقة دي بقدر أقارن أو أشوف اللي أنا شغال بيه في اللي أنا شغال بيه إن شاء الله بإذن الله. كده يبقى إحنا عرفنا الطريقة إزاي أحول من صورة كسرية لعدد كسري أو العكس، من كسر من صورة كسرية لعدد كسري. تمام، اتمنى تكون النهارده الشرح عجبكم، وهنكمل ان شاء الله لسه باذن الله في الكسور، هناخد بعد كده تساوي الكسور وتمثيل الكسور على خط الاعداد والعمليات على الكسور، الجمع والطرح والكسور المتشابهه وغير المتشابهه ان شاء الله باذن الله. فتابعونا عشان يدخلوا كل جديد باذن الله ان شاء الله. يا ريت لو لسه مش اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد، ولايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس ويستفيدوا، ولو عايز اي حاجه مني اكتبها في التعليقات وارد عليك ان شاء الله باذن الله.
جزء جديد طبعا تساوي الكسور. الكسور عشان اعرف تساوي الكسور او الكسور المتساويه هعملها ازاي؟ بصوا كده معايا يا اولاد، لو انا جبت الشكل اللي قدامك ده وقسمته الى خانات 1 2 3 4، يعني 12 خانه صغيره، ده بمعنى اصح شوفوا كده، او 3 اتلات، يعني ده واحد صحيح. شفت الجزء الملون ده بقى كام؟ 4 على 12، تمام. طب بيساوي ايه ال 4 على 12؟ بيساوي تلت. معقول؟ لو انا بصيت كده للشكل اللي قدامي ده هلاقي الشكل زي ما انتم شايفين اهو، تلت الشكل الكبير، الشكل الملون ده تلت الشكل ايه؟ الكبير، تمام. يبقى في الحالة دي بقول عليه تلت، يعني الاربعة، 4 على 12 اهو، عديت 1 2 3 4، هم 4 على 12 بقوا ايه؟ تلت بالرسم اللي قدامنا، تمام؟ طيب يساوي، يبقى 4 على 12 يساوي ايه؟ تلت. جميل؟ تمام. شايفين الشكل اللي قدامنا ده؟ متقسم لثلاث اجزاء، 1 2 3 اهو، تمام؟ انا عملت ايه هنا؟ حطيت هنا مثلثين، وحطيت هنا مثلثين، وفي الشكل ده حطيت ايه؟ مثلثين كمان. حد يعرف يقول لي المثلثات الملونة دي هتبقى كام على كام؟ المثلثات الملونة، ايوه، الجزئين دول اللي هو المستطيل ده والمستطيل ده تلتين، تمام؟ لكن جواهم كم مستطيل مثلث؟ مين عارف كم مثلث؟ جواهم أربع مثلثات. بصوا كده يا ولاد أهو، ستة. لو أنا قلت الست مثلثات دول، الأربعة ملونين دول كام؟ هيبقى أربعة على ستة. مش عارف هنعملها إزاي؟ طب تيجي نبص، فمش معقول كل مرة هرسم، أمال أعملها إزاي؟ هضرب المقام، بصوا كده، مش بقى ستة؟ إيه اللي خلى التلاتة بقت ستة؟ ضربتها في إيه؟ في اتنين، يبقى برضه هضرب البسط في كام؟ اتنين، اتنين في اتنين هتبقى بكام؟ بأربعة. أيوة، أربعة على ستة، اللي هما كام مثلث؟ أربع مثلثات من إجمالي كام؟ ست مثلثات، لكن هما في الأصل تلتين، الجزء الكبير اللي هو متكون من تلات أتلات، تمام؟ يبقى أنا كده عرفت، عشان أحول أو أجيب كسر مساوي بضرب البسط والمقام في نفس الرقم، زي ما احنا عملنا الاتنين اهي، شايفين الاتنين اللي قدامنا؟ ضربنا فيها في البسط وضربنا فيها في المقام، فعشان كده حولناها إلى كسر مساوي. يبقى أقول له هنا التلتين بتساوي أربع أسداس، تلتين بتساوي إيه؟ أربع أسداس. جميل؟ تمام. نيجي بقى لمثال تاني، خمس. عايز احول الخمس الى كسر مساوي. طب تيجي نبص، قال لك بس خلي بالك لازم البسط يكون بتاعه تلاتة. طب الواحد هيبقى تلاتة، اتضرب في كام؟ سامعك بتقول تلاتة، الواحد اتضرب في كام؟ في تلاتة، عشان يبقى تلاتة يبقى هضرب برضو المقام في كام؟ في تلاتة. جميل، يبقى برضو زي ما الواحد اتضرب في تلاتة بقى تلاتة، هضرب الخمسة في تلاتة هتبقى بكام؟ ب15. جميل، يبقى الخمسة هيساوي كام؟ 3 على 15. 3 على كام؟ على 15، تمام؟ يبقى ضربت البسط والمقام في نفس ايه؟ الرقم. نيجي لمثال تاني، 8 على 6. طبعا 8 على 6 ده عدد كسري مش كسر، زي ما احنا قلنا البسط اكبر من المقام، يبقى ده عدد كسري، تمام؟ انا عايزه يساوي كمان حاجة، بقى 4. الله يا مستر، 8 بقت 4، يعني نقصت، يعني ما زادتش، ما اتضربتش في حاجه، يبقى اتقسمت. ما دام ال 8 نقصت بقت 4 يبقى اتقسمت. طب ال 8 بقت 4 اتقسمت على كام يا اولاد؟ سامعك بتقول على 2، لان ال 4 في 2 ب 8، يبقى ال 8 اتقسمت على كام؟ على 2. يبقى هقسم برضو المقام اللي هي 6 على كام؟ على 2 برضو. يبقى 8 على 2 بقت 4، هقسم برضو 6 على 2 هتبقى كام؟ 3. يبقى 4 اتلات، يبقى ال 8 اسداس هتساوي 4 ايه؟ اتلات. يبقى ممكن بالضرب بسط والمقام في نفس الرقم بحصل على كسر مساوي، او قسمه البسط والمقام على نفس الرقم الكسور العشريه، زي ما احنا خدنا الكسر
الاعتيادي، تمام؟ خدنا النهارده، هناخد النهارده الكاس العشري. لو قلت لك عبر زي ما احنا خدنا المره اللي فاتت عن الجزء الملون ده، تمام؟ هتقول لي 5 اسداس، تمام؟ طب الجزء الملون بنفسجي بالطريقه دي هتقول لي ايه؟ ها؟ تلت. الجزء الملون اهو، تمام؟ لو قلت لك عبر لي عن الجزء ها الملون الثاني ده 3 ارباع. طب قلت لك عبر لي عن الجزء الابيض، شايفينه؟ ها؟ كام؟ 3 على 10، تمام؟ كل دي قصور اعتياديه، 5 اسداس، تلت، 3 ارباع، 3 على 10، تمام؟ جميل. الدايره بقى عبر لي عن الجزء الاصفر، هتقول لي 4 على ايه 10، تمام؟ ده خدناه من الدرس اللي فات اللي هي القصور الاعتيادي. في طريقه جديده ان اعبر بيها عن الكسر، شايفين اللي كان مقامه 10. في طريقه جديده بعبر بيها عن الكسر اللي مقامه 10، اقول عليه ايه؟ 3 من 10 او 3 اجزاء من 10. فعلا ده 4 اجزاء من 10، تمام؟ ويتحط لنا هنا العلامة العشرية. هتيجي حاجة اسمها العلامة العشرية، دي اللي هتقول لنا ده الكسر العشري، اللي على يمين العلامة العشرية هو الكسر. وشفتوا اللي على شماله ده مكان بيكون اللي هو الصفر ده للعدد العشري، والعدد العشري هنا صفر لأن ما عندناش عدد عشري، فطبعا ده كسر عشري 3 من 10، وده كسر عشري 4 من 10، تمام؟ يبقى الكسر العشري، تمام؟ أو جزء من 10، هو في الأصل كسر اعتيادي بس مقامه كان كام؟ 10. مقامه كان كام؟ 10. نيجي نبص الجزء الملون باللون الأصفر، أهو 3 على 10 أو 3 من 10 زي ما احنا اتفقنا في الشريحة اللي فاتت، تمام؟ 3 من 10، 3 على 10، 3 من 10. طب الجزء الملون باللون الأزرق ده أكيد 7 أجزاء، أهم 7 أجزاء على 10. سامعك اهو بتقول 7 من 10، تمام؟ اهو 7 ايه من 10. يبقى الجزء الملون بالازرق ده او اللبني 7 من 10 او 7 على 10، والجزء الملون باللون الاصفر اهو 3 من 10 او 3 على 10، تمام؟ نيجي نبص، ها بيقول لك الجزء الملون باللون الزهري هو 4 مربعات، بس كام على كام؟ على 10. ايوه، يعني كام؟ 4 من 10، 4 من 10، تمام؟ نيجي برضو الجزء الملون باللون الاخضر، ها كام؟ 6. 6 على كام؟ على 10. يبقى 6 من 10، ايوه 6 ايه من 10 او 6 اجزاء من 10. عبرت عن الكسر الاعتيادي بصوره علامه عشريه ورقم عشري او كسر عشري، يبقى ده التعبير عن الكسر العشري بتاعنا، تمام؟ نيجي لتعبير تاني، الجزء الملون باللون البني اهو كام؟ 2 على 10، تمام؟ يعني 2 من 10. ها الملون اللي في النص اهو كام؟ 3 اجزاء من 10، يعني 3 من 10، 3 على 10 يعني 3 من 10. نيجي للجزء الملون باللون البنفسجي، كام جزء؟ 5 اجزاء اهو على 10، يعني 5 اجزاء من 10، تمام؟ 5 اجزاء من 10، تمام؟ نيجي نبص للي عندنا ده اهو، شايفين الاشكال بتاعت المربعات دي اهو، تمام؟ ها شايفين الكسر العشري اللي بيرمز للجزء الاصفر بقى، اتعودنا خلاص. كام واحد؟ 1 2 3، بس المجموع كام؟ 10. يبقى الثلاثة دول 3 من 10، جميل. يبقى الكسر العشري بقى خلاص مش هنكتب اعتيادي، 3 من 10، تمام؟ 3 اجزاء 0 هم من 10، يبقى 3 من 10. يبقى الكسر العشري اللي بيرمز للجزء الاخضر، 1 مربع 1 بس من ايه؟ 10. طب الازرق نعد كده 1 2 3 4، يبقى 4 اجزاء من ايه 10، تمام؟ والكسر العشري اخيرا اللي برمز للجزء الاحمر، ادي مربعين هم 2 من كام؟ من 10، يبقى 2 من 10، 2 من ايه؟ من 10. ولو بصينا عليهم وجمعناهم 3 و1 4، 4 و4
8 8 و2 10، فعلا 10 اجزاء من 10 يعني واحد. صحيح، قسمت الواحد صحيح بتاعي ل 10 اجزاء، قسمت الواحد الصحيح ل 10 اجزاء، تمام. والاجزاء بتاعتي ده 3 من 10، 4 من 10، الاحمر 2 من 10، والاخضر 1 من 10، تمام. ها، عموما الكسر العشري، كسر العشري بقى هتعرفه ايه؟ هو جزء او اجزاء من الواحد الصحيح، هو جزء او اجزاء من الواحد الصحيح. زي ما شفنا كده، هنا الجزء الاحمر اهو شايفينه، كان جزئين، جزئين بس من الواحد الصحيح، جزئين من العشرة. واتفقنا ان العشرة دي الواحد الصحيح، لما انا قلت 2 من 10، العشرة ده مين؟ الواحد الصحيح. الاصفر كان كام؟ 3 من 10، العشرة دي الواحد الصحيح، 3 اجزاء من 10 اجزاء، تمام. ده بنسميه بالنسبة للكسر العشري. يبقى الكسر العشري هو جزء او اجزاء من الواحد اصح. نيجي بقى لامثله عندنا لحاجه تانية خالص، بصوا كده معايا. شايفين الجزء الملون باللون اللي هو الفاتح ده، شايفينه اهو، كان قد ايه؟ الجزء الملون باللون الفاتح كان 10 اجزاء، واحنا اتفقنا ال10 اجزاء دول يبقوا كام؟ واحد صحيح. يبقى احنا 10 اجزاء واحد صحيح. وبعدين خدنا من الواحد التاني اللي جنبه كام جزء؟ 3 اجزاء. يعني واحد صحيح اهو وثلاث اجزاء على 10، واحد صحيح وثلاث اجزاء على 10، ده نسميه 1 و3 من 10. شايفين باللون الاحمر 1 و3 من 10؟ يبقى انا كده عندي عدد عشري، خلاص. بعد ما كنا كسر عشري بقى عندي عدد ايه؟ 10، اللي هو بعدي فيه الواحد الصحيح، بقى فيه عدد عشري او كسر، عدد صحيح وكسر عشري، ويسمى عددا عشريا، ويسمى اللي هو 1 و3 من 10 ده عدد ايه؟ عشري، تمام؟ اهو هنبص عليه. نيجي بقى هنا، الجزء الملون ده هنبص معايا، هنوصل لحد هنا، تمام؟ قال اتنين اهم مليانين اهم، اتنين صحاح، وبعدين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة، ادي 7 اجزاء، ولي اتنين صحيح، يبقى اتنين صحيح وسبعة اجزاء على 10، يعني اتنين صحيح وسبع اجزاء من 10. ده برضه مثال لعدد عشري اخر، تمام. نيجي برضه لامثلة تانية على الاعداد العشرية. الجزء الملون باللون الاحمر هو 2 من 10، تمام. اما الجزء الملون باللون الاصفر هو 7 من 10، تمام. اما الجزء الملون باللون بقى ايه؟ الازرق اللي احنا شايفينه ده كام؟ ادي واحد صحيح، اتعلمنا بقى خلاص، ادي واحد صحيح كامل. طب وكم كسر يا مستر؟ كم عدد كسر؟ 1 2 3 4 5 6 7، يبقى واحد صحيح وسبعة من عشرة، تمام. اللي فوق كسر عشري، اللي في النص كسر عشري، اللي تحت عدد عشري، لانه مكون من عدد صحيح وكسر عشري، تمام. نيجي بقى ازاي اكتب في الصورة العشرية، هيديني كسر اعتيادي وقال لي اكتبه في الصورة العشرية، تمام. 3 على 10، 6 على 10، وبعدين اخيرا 5 و9 على 10، ده بسميه عدد اهو. شوفوا عدد كسري، شوفوا لما يبقى عدد عشري يبقى عامل ازاي. 3 على 10 اتعلمنا خلاص، يعني 3 من 10، جميل صح. ها قول، ها 6 على 10 يعني 6 من 10، 6 ايه من 10 زي ما احنا شايفينه اهو. نيجي بقى لاخر حاجة، 5 صحيح و9 على 10، اكيد هتبقى 5 صحيح و9 من 10، يعني العدد الكسري اتحول بقى برضو عدد ايه؟ 10، تمام. ده لما احول واكتب في الصورة العشرية، تمام. اكتب في الصورة الاعتيادية، عكس بقى اللي احنا كنا بنقوله دلوقتي، 5 من 10 يبقى 5 على ايه على 10، تمام. 5 على ايه على 10. طب 4 و2 من 10، اكيد الاربعة دي عدد صحيح هيكتب لوحده، تمام. واتنين من عشرة يعني 2 على 10، تمام. و81 و7 من 10 يبقى 81 و7 على 10، وسبعة على ايه؟ على 10. ده لو انا عايز احوله من صورة عشرية الى صورة اعتيادية تاني. الشريحة اللي فاتت حولناه من صورة اعتيادية لصورة عشرية، المرة دي من صورة عشرية لصورة ايه؟ اعتيادية. تدريب 3،
اكتب في الصورة العشرية. هنا بقى 8 على 10، تعودنا خلاص يبقى 8 من 10. هنا بقى 21 على 10، فاكرين دي كان اسمها ايه؟ كان اسمها الصورة الكسرية، لان هنا البسط اكبر من المقام. فلو حبينا نقسم 21 على 10 فيها كام؟ هيبقى فيها الاتنين، هيبقى 20 على 10 فيها الاتنين، والباقي كام؟ 1 على 10. يعني 2 و1 من ايه؟ من 10. 2 و1 من 10، او بمعنى اصح لو انت مش عايز تستخدم القسمة، انا بقسم على 10، يبقى العلامة هتتحرك ناحية الشمال كام حركة؟ حركة واحدة. هحس او هقول ان العلامة واقفة قدام الواحد، انا بقسم على 10، ال10 فيها كام صفر؟ فيها 0 و1، يبقى العلامة هتخش كام؟ هتخش أوضة واحدة بس في البيت ال21 ده، هتبقى كام؟ اتحركت حركة واحدة جهة اليسار، لأن اللي احنا عرفنا إن القسمة كلها شمال، فأنا بقسم على 10 أهو، تمام؟ لو أنت عايز تحسبها بالكسر الاعتيادي 21 على 10 واقسم، فيها 2 و1 من 10. طب نيجي ل 7 و 360 على 10، نفس الطريقة، لو قسمتها على 10 فيها كام؟ فيها 36 والباقي 7 على 10، يعني 7 من 10. 36 و7 من 10 برضو بنفس الطريقة، العلامة اتحركت دخلت بين السبعة والستة، يعني اتحركت حركة واحدة عشان قسمت على مين؟ على 10 اللي فيها 0 و1، يبقى اتحركت حركة واحدة، تمام؟ بكده احنا خلصنا الدرس بتاع النهاردة، التحويل من كسر عشري إلى كسر اعتيادي والعكس، وعرفنا يعني ايه كسر اعتيادي ويعني ايه عدد كسر عشري ويعني ايه عدد عشري، تمام؟ وان شاء الله باذن الله هنكمل بقيه الاعداد العشريه بعد كده والعمليات على الاعداد العشريه عشان نعرف كل حاجه عن الاعداد العشريه باذن الله، فتابعونا، تمام؟ لو عايز اي حاجه منك اكتبها في التعليقات وهرد عليك ان شاء الله باذن الله، ولايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس ويستفيدوا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.